الظلم ظلمات حبشي وزي ما قالوا سودة على اللئيم غبر على الكهين. ما سبت واعرف مين الواد اللي قلبه جحد اللي عمل فيه كده. والله ما انا عارفه، انا نزلت الصبحيه انصب عربيه الكبده لقيته متشعلق كده هون، اقعد اساله مين اللي عمل فيك كده ما بيردش. يعني هي محتاجه فكاكه؟ ما اللي عمل فيه كده سايب اول حرف من اسمه على جبينه. صدق انت صح عصفور، اهي ثلاثه متشقلبه، ده حرف العين يابا. ما خلاص يا جدعان، مش المهم مين اللي عمل فيه كده، المهم مين اللي عمل فيه كده يا حبشي. بسم الله ما شاء الله. شفت يا صريح بيه، اهو الجورنال ملعلع في كل حته. ايوه بجد بجد، الله ينور عليكم يا ريس. يا ريس والله لو سمحت هات لي جورنان صباحيه مباركه يا مصر. نعم. ليه؟ ليه ده ايه؟ عايز اشتري الجورنان. براحتك يا بيه، بس غريبه. يعني غريبه ده ايه؟ ايه اللي غريب فيها؟ اصل بصراحه ما حدش اشتري مني ولا نسخه من الصبح. طبعا ايه اللي بيقوله الراجل المجنون ده؟ ايه ده بس يا صريح بيه، اصل انا في حته اصلا ما فيهاش حد متعلم. بقول لك ايه، هات لي ثلاث نسخ. اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. محيره وهم طياره يا غالي. وصلت كده اخبار صباحيه مباركه ايه؟ اديني 20 نسخه صباحيه مباركه. 20 نسخه. يا باشا يا حضرت يا ابو طهية، اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا بيك يا باشا. محسوبك صريح الفيل صاحب جورنان صباحيه مباركه يا مصر. اهلا وسهلا يا باشا، منور الدنيا. جورنان هايل وزي الفل. ربنا يخليك لينا، تقيل ومحمل. يعني تقيل ومحمل، حلوه منك دي. الله يخليك يا باشا، ده انت اللي هايل وقمر ومنور كل حاجه حلوه. لو ليك اي تعليقات على جورنان قولها ما تكسفش. هو اكبر جورنان في ورق بالنسبه لسعره. عيني عيني، حلوه منك دي. الله يخليك يا باشا، ده انا نفسي انزل كل يوم مش كل اسبوع. حلوه منك قوي دي. اصل احنا يا باشا بالنسبه لنا كبتوع ترمس يعني بنحتاج الورق التقيل المحمل دوت، لان ما بيتبلش ويبقى زي الفل، واحنا في موسم بقى وكله بيرزق. ترمس حصل الترمس، حسابي معاك وبعدين. اطلع سيد. اطلع يا سيد. يا شرناوطي بيه 24 ساعة وهعرف لك الحوفي جاي مصر ليه. لا ما تقلقش من أي حاجة، اطمن. مع السلامة. اتفضل سعادتك. اتفضل اتفضل اتفضل. عاوز ايه على الصبح أنت كمان؟ بتبص لي كده ليه؟ عاوز ايه ما تنطق يا فندم؟ انا قدرت اوصل للمجرم اللي قتل رئيس الهيئه. اتفضل يا فندم، بس مش عايزك تتفاجئ. ايه ده انت بتهرج؟ انا نفسي ما كنتش مصدق يا فندم، فعلا مش عايز حضرتك تندهش. وايه الدافع اللي عند شخصيه زي دي اللي يخليها تعمل حاجه زي كده؟ لو ركزت يا فندم في التشريح الجسدي للشخصيه دي هتلاقي فيها بالظبط التشريح الجسدي المجرم زي ما اخذناه في الكليه يا فندم. احنا درسنا التشريح الجسدي في كليه الشرطه. هو انت كنت في كليه الاداب؟ انا مش بهزر يا فندم، لو حضرتك ركزت بالذات في منطقه الصدر والجذع هتلاقي فيها التشريح الجسدي المجرم القوي يا فندم. فعلا الصدر والجذع، بسم الله ما شاء الله. انا عن نفسي يا فندم قدام الجزئيه دي بقف عاجز عن الفهم. الشعب المصري كله تفسير يا ابني قدام الجزئيه دي بيقف عاجز عن الفهم. ايه ده متخلف؟ ايه ده؟ انا اسف فندم، انا اخطات على الامر، انا اسف. دي بتاعت نظام يا فندم، انا اسف. اتفضل يا فندم. المجرم الحقيقي يا فندم العقرب، الدراع اليمين للحوفي. برافو برافو عليك يا تيسير، لكن ايه دخل الحوفي والعقرب برئيس المصل واللقاح؟ اسمع، عايزك تحط لي العقرب 24 ساعه تحت المراقبه. حاضر يا فندم، هات مفتاح عربيتك. ليه؟ عشان هراقبه انا يا فندم بنفسي. الموضوع ده كبير ومحتاج حد فعلا تقيل اللي يراقب. وانت عربيتك فين؟ انا عربيتي موجوده يا فندم، بس معلش انا عربيتي جديده، وبعدين دي عصابه يا فندم، يعني كل شغلهم بقى مطبات ومدقات واماكن مهجوره، وانا ما عنديش استعداد ابوظ العفشه يا فندم. لا انا عربيتي غاليه يا اخويا، راقبه باي بوكس او عربيه ميري. بوكس ايه يا فندم؟ عربيه ميري؟ حضرتك عايز تكشفنا من اول 100 متر يا فندم؟ حضرتك عندك عربيتين، واحده بتاعت البيت واحده بتاعت الشغل. هات عربيه البيت حضرتك ما تستخدمهاش. يلا يا فندم. اتفضل. شكرا يا فندم. خد بالك من العفشه.
حبشي مش هيستجري يبص في عين حد من الحار. انا بعد ما علقته قمت جاي على وشه ومعلم بحرف العين. لا انا بصراحه اكتر حاجه مكيفاني في اللي انت عملته ده حرف العين دي. اصلي ما توقعتش ان دماغك تجيب كده ابدا. انت مخك طلع نضيف يا عصفور. فعلا المفروض الرجل العناب كل ما يعمل حاجه يحط في الاخر حرف العين، رمز العناب. لا انت فهمت يا دكتور، انا كان قصدي عين فر عصفور مش عشان العناب. عين فر عصفور؟ فر عصفور. انا اسف يا عصفور، انا بسحب كل كلمه محترمه قلتها في حقك. عصفور انت من اغبى البني ادمين اللي انا قابلتهم في حياتي. يا دكتور انا هلاقيها منك ولا هلاقيها من الحكومه اللي ممكن تقبض عليا في اي لحظه؟ ده انا سايب اول حرف من اسمي، يعني ممكن يقبضوا عليا يا صاحبي. لا ما تقلقش، الحكومه لو شافت حرف العين غالبا هتقبض على عمرو دياب. يا دكتور كان نفسي اقلع له المسك واقول له انا عصفور، عصفور اللي ياما هزقته وضربته على قفاه يا حبشي. ده انا اللي هضربك على قفاك لو الماسك ده اتقلع قدام اي بني ادم ايا كان هو مين، فاهم؟ يعني انا وشي مش هيبان خالص؟ يعني انت عملت ايه بوشك لما كان باين؟ ولا حاجه. خلاص ومن هنا ورايح مش عايز مخك ده يشتغل، مفيش اي حاجه تعملها غير لما انا اقول لك عليها، فاهم؟ خلاص وسط الدماغ. بس كان ليا طلب. ها؟ كنت عايزك يعني تريحني في البدله اللي انت بتعملها. عايز ايه من البدله؟ عايزك توسع لي الحجر عشان اخد ودي فيها براحتي، وعايزك تعمل لي كسر لزوم الشياكه، وكان لو امكن يعني كنت عايزك تعمل لي سوس عشان لما عاوز افك ميه يبقى سهل عليا، يعني ما اقعدش اقلع البنطلون وكده. ثانيه واحده ثانيه واحده يا عصفور، انت قلت ايه؟ كسر بس يعني. بعديها قلت سوسته. بعديها قلت افك ميه. ايه بتتكسف؟ لا دي حنجلها. بعديها اخر حاجه قلتها قلت منطلون. منطلون منطلون. منطلون. انت يا ابني هتروح من ربنا فين يا ابني؟ هتروح من ربنا فين يا عصفور؟ انا شقى عمري بيضيع هدر قدامي عليك يا عصفور. طب بس 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 عشان ما نقلش من بعضينا، عشان احنا التقدير خسرنا كتير. اللي واقف قدامك ده بيفهم في اللبس كويس قوي. لا ما هو باين. انا اشتغلت مع اكبر مطربين في البلد. اشتغلت مع هوبا، اشتغلت مع سعد الصغير، واخيرا عصام كاريكا. وعصام كاريكا ده بقى اللي هو المطرب المحجب. طب يا عصفور انا اسف، انا فعلا اللي بقى عصفور. خلاص. طيب الخطوه الجايه انا لازم اقدمك للناس، بس عشان اقدمك لازم اقدمك بطريقه فيها ذكاء، طريقه فيها شياكه. لازم الشعب كله يعرف ان مصر بقى فيها بطل خارق اسمه الرجل العناب. خلاص خربتوها وقعدتوا على تلها، خليتوني مهزقة الجرايد كلها. صريح الفيل ملك الترمس. صريح بيه؟ صريح بيه؟ الحق يا صريح بيه. في ايه؟ عز الدين عتائي بيقطع فيك في التلفزيون. هو ده اللي ناقص، عز الدين عتائي بتاع عفار رومانيا بيقطع فيا.